كاش نصاب القانون. ماذا يقع داخل البيت الاستقلالي سي عبد الرحيم؟ وشفنا واحد البلاغ ديال الفرع المحلي لجماعة سحيم اللي كيدين فيه التصريحات ديالك السابقة. وبالاسم هذاك بيان انا هذاك مكتوب في على المكتب المحلي، انا عضو في المكتب المحلي ولا مستدعى ليه؟ بالنسبه لي انا الكاتب ديال الفرع ما هو مغلوب على الامر ديالو، والناس ربما محتاجين ولا شنو، وحتى الصيغه باش مكتوب ماشي ديال شي واحد اللي هو يعني رجل تعليم. انا كنعرف السي عادل الصبار استاذ ماستر، ما يمكنش يكتب بيان بهذيك الطريقه، يعني كاتبوا شي واحد وغير مرغم، الله يهديهم عليهم. شنو هما الاحتمالات اللي عندكم دابا؟ شنو الاحتمالات ديال المجلس؟ ما عندنا حتى احتمالات للجلسه الثالثه فرض الله. شنو كتقول؟ الجلسه الثالثه فرض الله. السيناريو المحتمل تقول انه محتمل؟ السيناريو المحتمل غادي يجيو الاخوان اللي يسر الله ان شاء الله. واش كاين شي معطيات انه محتجز؟ ربما. كاين شي معطيات كتقول انه محتجز؟ المعطيات اللي كتقول انه محتجز حتى واحد ما فيهم ما كيجي. والناس عندنا هما السكان اللي مصوتين عليهم حاضرين معانا وهما ما حاضرينش، ما كاينينش في الدوائر ديالهم، طاقين عليهم في ديورهم ما لقيناهم شيء. قول لهم غير يجيو، قول لهم يجيو مرحبا بهم. حنا ما يمكنش تخلي الناس ديالك كيتسناو وتمشي في حالاتك وما كاينش هنا. انا عندي اليقين التام هاد الاخوان ديالنا لا رضوان الحمزاوي ولا الهادف ولا غيرهم مرغمون وما كاينينش هنا وسادين عليهم. انا كنقول بهذا المفهوم هذا ساد عليهم، ما يمكنش يمشيو بحال هكا، يعني حتى الرئيس ما يمكنش يخليو الساتينه ديالو، يعني حتى المرشح الاخر للرئاسه حتى هو مسدود عليه، حتى المرشح الاخر ما كاينش. واخا كتشوف اليوم السي عبد الرحيم انه هو البيت الاستقلالي قادر انه يجمع الشمل ديالو؟ معلوم البيت الاستقلالي قادر يجمع الشمل ديالو، هادشي اللي كنقول انا الاخوان انه كاع الاستقلاليين كاملين ما يمكنش يغيبوا على جوج دورات. عندي اليقين تام كاين شي حاجه اللي فوق الطاقه ديالهم. سي عبد الرحيم الحديث يجري الحديث عن تسجيلات الطيران ومساومات، اش ممكن لك تقول لنا؟ كل حاجه كتجيب وقتها سي بوني. كاينه ولا ما كاينه؟ واللي كل حاجه كتجيب وقتها، واللي دار شي ذنب يستاهل العقوبه. من بعد هذا الشيء اللي كنقول، من بعد هذه الجلسه نورمالمون تكون الجلسه الثالثه. غتكون الجلسه الثالثه. غيتزوج فيها الرئيس اصغر سينا واش نقولوا من دابا مبروك من حميد رئيس الجماعه؟ لا ما تقولش دابا، لانه احنا الجلسه الثالثه اللي غتحدد ان شاء الله، ما نقولوش مبروك ولكن الجلسه الثالثه. انا قلت التصريح ديالي ديك النهار، انا كنقول الاخوان يرجيو واخا يكون مبروك عبد الرحيم بن حميد الرئاسي يقدم استقالته ونديروا اللي بغينا، غير ما يجيش شي واحد بهذا المفهوم هذا يشريكم من الجمعه. يمشي انا كان وكان وكان كان وصل يمشي غير للجماعه ديالو، هذا البرلمان يمشي للجماعه ديالو بولا ماشي علاش فيها، ما يجيش يتكرفس علينا احنا في الجماعه ديالنا، احنا بيناتنا يمشي لجماعته. جماعته راه كلكم كتعرفوها، جماعته بولا ماشي علاش فيها، الحمد لله احنا جماعه تسحيم مزيان، ما غايجي يورينا شي حاجه اخرى اكثر من هادشي اللي احنا كنجزو في الجمعه. سي عبد الرحيم واش ما توجهش شي رساله للداخليه انها تدخل في هذا الامر، لانه هادشي ولا باسل بالعربيه؟ هذا انا نسميه هاد الحشومه، انه يكون مثلا واحد مسؤول في البلاد برلماني كبير وداك الشيء ويوصل لهذا العهر السياسي اللي ولينا فيه احنا اليوم. لا التدوينات اللي كتخرج شي تدوينه شخصيه ماشي صادره عنا مؤسسه ديال الحزب، فهي تدوينه شخصيه ديال الشخص. حنا السلطه لا علاقه لها بالتدخلات هذه، السلطه كما كتشوف السلطه كما كتشوفوا هما حاضرين معنا، من السيد العامل الى قوات المساعده كلشي حاضر معنا، ما كاينش شي واحد كيتدخل فيها، السلطه بعيده كل البعد، حنا معروف شكون متدخل في هذه الحوايج. معلوم انه الاستقلاليين ديالنا حنا غير بغيناهم يسمعوا لهم، باللي يجيو سمعوا لهم. انا كنتمنى يحضروا معنا. كون حضروا سمعوا لهم. كنوجه مش... لهم شي دعوه سي عبد الرحيم؟ انا كنوجه لهم الدعوه، كنقول لهم الساكنه ديالكم هي حاضره معنا. جيو حضروا معنا، وجيو نجلسوا بيناتنا. ما يشدنيش واحد انا ساد عليا بهذا المفهوم. ولا كنتي انت عضو كتمثل الساكنه وجالس من برا وشاد لابيسين وجالس فيها، دي معك الناس اللي صوتوا عليك حتى هما شد لهم لابيسين ولوطيل. البيان ديال المكتب الاقليمي على الاجتماع اللي كان البارح. ما ربما تكون ندوه صحفيه قريبه. البيان اللي ما توصلناش به. البيان زكى مرشحه. هذا هو اللي نقول. زكى المرشح ديال الحزب الاستقلال. اللي هو انت. نعم. باش توصلوا بجديد سافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.